السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة. إن شاء الله في درس الفيديو دوت هنكمل بقية شرح ملخص للدرس رقم 12. نقول بسم الله توكلنا على الله. أخذنا في الدرس السابق تكلمنا عن الهويل لوب. إن شاء الله في الدرس دوت هنكمل بقية الشرح وهنبدأ بإذن الله. نقول بسم الله توكلنا على الله بالفور لوب. الفور لوب برضو هي يعني شبيهة بالهويل لوب. الاتنين برضو بيشاركوا ان هما عبارة عن لوبس او دورات او تكرارات بيساعدوني ان انا اكرر بلوك معين من الكود عدد معين من المرات. تعالوا نشوف تركيبة الفور لوب وبعد كده نقارن ما بين الهويل وما بين الفور لوب. طبعا الفور لوب هي اشهر دوارة موجودة في يعني في ضمن لغات البرمجة. يعني ما اعتقدش ان في برنامج بيخلو من الفور لوب. هي طبعا اكثر شهرة من الهويل وطبعا هنعرف بعد قليل باذن الله ايه السبب. فور لوب بتتكون من الشكل دوت. اول حاجة بتبدأ بالكي وورد اسمها فور، دي طبعا عبارة عن يعني هنقول مثلا كي وورد مثلا خاصة بالكمبايلر. اول ما بيشوف الكلمة اسمها فور ديت طبعا بيعرف اللي انت عايز يعني تشتغل بيه دوارة او تبدأ بيه دوارة. ده بدايته. ما بين الاقواس ديت بنحط كل شيء خاص بالدوارة، وبعد كده في اللي هو الاقواس العادية ديت بحط ما بينها اللي هو البلوك اللي فيه التعليمات او البلوك الاكواد اللي انا عايزه يتكرر. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى السطر اللي فوق خالص دوت بيتكون من ايه. اول حاجة اللي هو السيت اب كاونتر فاريبل، ده المتغير اللي هو بيعتبر بيمثل لي العداد بتاع الدوارة. تمام. طبعا ده الانيشال، يعني ده في السطر دوت بيتعمل عملية ايه زي ديكليريشنز، وفي نفس الوقت بعمل انيشالز فاليو لهذا المتغير. المنطقة ديت بتختلف عن المنطقة اللي بعديها، بتختلف عن المنطقة اللي بعديها. يعني السطر ده كله متقسم لثلاث أقسام وبيفصل ما بينهم اللي هو الايه الفاصلة المنقوطة السيمي كولنز بتاعتي. طيب في المنطقة ديت أول منطقة أول أو أول قسم بنقول عليه اللي هو السيت اب كاونتر فاريبل، المنطقة اللي بعدها اللي هي الكونديشنز، المنطقة الأخيرة اللي هو الأبديت كاونتر فاريبل. في المنطقة ديت احنا اتكلمنا عنها، قلنا بحضر فيها بعمل ديكلاريشنز بعرف فيها المتغير اللي هيمثل لي ايه العداد بتاعي اللي على اساسه الدوارة بتلف. والقسم اللي بعده بيبقى فيه كونديشنز، بيبقى فيه شرط. طبعا احنا قلنا الشرط دوت ممكن يبقى حاجة يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ممكن تكون معادلة. تمام. ممكن يكون متغير. اهم شيء ان الكونديشنز دوت يبقى فيه من ضمنه من ضمن الاعضاء الخاصين بالكونديشنز ده يبقى فيهم اللي هو الايه اللي هو السيت اب كاونتر. تمام. ليه السيت اب كاونتر؟ لانه هو هيبقى يعني مين اللي هيتغير طول ما الدوره ديت بتلف، الكاونتر بتاعه هو اللي بيتغير. فبالتالي كل مره هيتم التشيك على الكونديشنز ويشوفوا هل هو ترو او فول. لو ترو يبقى الشرط اتحقق، وبعد كده يروح داخل على الدوارة يلف بالدوارة ويعمل اكسكيوت للبلوك بتاع الدوارة. لو الكونديشنز ده فولس خلاص يبقى كده الدوارة ايه غير قابلة للتنفيذ، فبالتالي يخرج من الدوارة ويكمل بقية الاسطر العادية خاصة بالكود بتاعي. فمهم جدا ان انا افهم الكونديشنز دوت. هي العملية مش ان انا احط ترو او فولس، العملية ان انا ان النتيجة البلوك نفسه بتاع الكونديشنز يديني ترو او فولس، يعني القيمة كانت منطقية ترو او فولس ايا كان بقى العملية نفسها، ايا كانت بقى ان كان دي عملية حسابية، ان كان حتى ممكن احط دالة. تمام. الدالة ديت برضو ترجع لي ترو او فولس، وجوه الدالة بتعمل شوية اكواد، الاكواد ديت بترجع لي برضو ان كان ترو او فولس. اي شيء اقدر انا اغير فيه تمام يعني بطريقة غير مباشرة يبقى المفروض ان انا احطها فين؟ احطها في منطقة الكونديشنز او الشرط اللي هيخلي الفور بتاعتي تفضل تدور وتلف.
القسم التاني والاخير، التالت والاخير، اللي هو الابديت كاونتر فاريبل. ده هنا بقى بحط الكود اللي على اساسه بيتم ايه تغيير قيمة الكاونتر ده. يعني انا هنا في المنطقة ديت عرفت الكاونتر واديته قيمة، المفروض في المنطقة ديت ايه ان انا بقى اغير العداد، ازود العداد دوت، سواء العداد ده يزيد بالايجاب او بالسلب. يعني سواء ان انا هنا بزود قيم بموجبة، يعني مثلا لو قلت العداد بتاعي بدأ بزيرو، يبقى مثلا في المنطقة ديت ايه هزود 1 2 3 في كل دورة، هزود عدد واحد. ممكن مثلا اقول ايه، ممكن اقول بالسلب، يعني مثلا العداد بتاعي يبدأ بعدد كبير وبعد كده في كل دورة يقل بتاعي. الهدف من كده ان الكاونتر بتاعي دوت يتغير. يبقى طبعا السطر ده كنا بنعمله هنا في الهوايل لوب، اعمل البلوك بتاعي وازود العداد او اقلله، بحيث ان انا كل مرة اروح اشيك على الكونديشنز هتأكد ان الكاونتر بتاعي اتغير. طيب ايه ترتيب عملها او الورك فلو الخاصه ب بالفور لوب؟ ببساطه جدا، اول مره يعني اول في اول تشغيل، يعني اول مره الكومبايلر بتاعي يقف على السطر دوت، هيروح يعمل ايه، هينفذ الجزء دوت من الكود بتاعي، هيعمل ديكلاريشنز للكاونتر بتاعي، الكاونتر فاريبل، وهيديله قيمه مبدئيه طبعا في المكان دوت. يبقى ده المكان دوت هيتنفذ امتى، الكود اللي انت هتكتبه في المكان ده هيتنفذ امتى، هيتنفذ اول مره لو فيرست تايم الدوره بتاعتي هتبدا فيه. طيب بعد كده يروح يعمل ايه، يروح داخل على الكونديشنز، الكونديشنز دوت تحقق الشرط بتاعي سليم ولا مش سليم. لو الكونديشنز دوت ترو، يعني سواء انت مثلا كان في هنا داله او مثلا في عمليه حسابيه او في لوجيك او اي شيء بيشيك، المهم ان نتيجته تبقى منطقيه، تبقى ترو او فولس، بيشيك على الكونديشنز دوت. لو لا الكونديشنز ده ترو، بيدخل على البلوك بتاع الدواره بتاعته ويلفها، يعني بيروح داخل هنا على المكان دوت وبيشتغل لف لغايه ما يخبط في الكوز ده اللي هو نهايه الدواره نفسها، ويروح راجع تاني. طبعا هنا ايه، وهو راجع ما بيدخلش على الكونديشنز مره واحده، لا ده هو بينزل هنا على الايه، على الابديت كاونتر فاريبل، لان هنا الكاونتر بتاعي في البدايه مثلا هو هفترض ان هو كان 1، خلاص هو دار دوره واحده في الدوره بتاعتي، وبعد كده بيروح يلف. طبعا هو ما بيخرجش من الدوره الا لما الكونديشنز بتاعي يبقى فولس، بيروح داخل. ها ما طبعا ما بيروحش بقى في بعد ما بيخلق ما بيخبط في الكوز دوت، مش يروح يشيك على الكونديشنز، لا ده هو بيروح الاول يلعب في المتغير اللي هو الدواره. طب ليه بيلعب في المتغير وما بيدخلش على الكونديشنز الاول؟ لان هو يعني هو بيفترض ان الكونديشنز دوت من ضمن اعضائه الكاونتر بتاعك اللي انت بتشيك على اساسه، كان الكونديشنز دوت هيبقى موجب، عفوا هيبقى ترو او فولس، تمام. فهو لازم الاول يعمل ابديت للكاونتر دوت. طبعا الخطوه دي احنا كنا بنعملها في الهوايل في اخر السطر، فما كناش محتاجين ان احنا نشيك على حاجه زي كده، ندخل على الكونديشن مباشره. خلاص يبقى هنا الكاونتر بتاعي بواحد، بيشوف الكونديشنز ترو، تمام، يروح داخل على البلوك منفذ الاسطر ديت، واول ما يخبط في الكوز دوت اللي هو نهايه الدوره، يروح راجع تاني داخل على الابديت كاونتر فاريبل، يروح محدث القيمه الخاصه بالكاونتر. وممكن تكون هنا ان انا ازود الكاونتر زياده مثلا موجبه، او زياده، او ان انا انقص منه قيمه سالبه، تمام. طيب انا هنا ايه فرضت مثلا ان انا هزود الكاونتر بتاعي، فزاد قيمه موجبه، يبقى الكاونتر بتاعي دلوقتي بدل ما كان 1 هيبقى ايه، هيبقى 2. طيب بعد 2 نروح داخل على الكونديشنز، شوف الكونديشنز بتاعي ترو ولا فولس، الكونديشن بتاعي ترو، يروح ناج راح راجع راح رايح تاني خابط في الكوز دوت، وراح نازل محقق، يعني يلف الدوار يشوف الاكواد هنا فيها ايه، يروح منفذها، يخبط في المكان دوت ويروح لافف تاني داخل على الايه، على الابديت كاونتر، يروح محدث الايه الكاونتر العداد بتاعي، وبعد كده يروح ناطط على الكونديشنز، الكونديشنز بتاعي اتحقق ولا لا. ممكن مثلا من الكونديشنز مثلا يقول لك ايه، ان الدوره دي هتلف طول ما الكاونتر مثلا بتاعي هنقول اصغر من ايه، اصغر من 5، تمام. طيب طول ما الكاونتر اصغر من 5 الدورة ديت بتلف، فهيجي مثلا مرة الكاونتر بتاعي مثلا 2 3 4، بمجرد ما يوصل لخمسة، طبعا 5 مش اصغر من 5، الكونديشن بتاعي هيبقى فولس،
فبالتالي هيعمل ايه؟ مش هيدخل على الكلام دوت. تمام، فهمت انت الفكرة بتاعتها؟ طبعا انا اعتقد ان هي يعني ابسط واسهل من الهواية، لان كلها بتبقى في يعني كل الجزء بتاعها موجود في مكان واحد. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. هنا بقى اللي هو الفرق ما بين الهوايل والفور لوب. الشكل بتاع هنا السيت اب كاونتر بتاعي بدأ حتى قبل ما ادخل فين، قبل ما ادخل على البلوك بتاع هوايل، هنا اتكتب في المكان دوت. تمام، الاتنين واحد يعني. هنا برضو في هنعتبر ان ده الفيرست تايم للهوايل بتاعي، فكده كده هيعمل السيت اب كاونتر بتاعي هنا مرة واحدة، وهنا برضو هينفذه مرة واحدة، هي اللي هو يعتبر أول تشغيل لمين، للفور لوب بتاعتي. هنا المكان ده بحطه فيه ايه؟ الكونديشنز، شرط ان الدوارة بتاعتي اللي هو الهوايل تلف. طيب هنا نفس الشيء، بحط برضو ايه الشرط بتاعي اللي هو الكونديشنز في هذا المكان. هنا بعمل عملية ابديت للكاونتر فاريبل، بعمل تحديث للعداد بتاعي. هنا بعمل التحديث بتاعي بعد ما اعمل الانستراكشنز بتاعتي، التعليمات بتاعتي. المكان دوت اللي بكتب بلوك الكود اللي انا عايز الدوره يعني تكرره او تنفذه، برضو نفس الشيء بكتب في المكان دوت بلوك الكود بتاعي اللي فيه التعليمات او الاكواد اللي انا عايز الدوره بتاعت الهوايل تلف عليها. طبعا برضو هنا مقارنه بين الهوايل والفور لوب، ولكن مع بعض الأمثلة الحية. هنا في طبعا احنا اخدنا الهوايل بس هنعيدها تاني مفيش مشكلة. اول حاجة السطر دوت اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي انا بعمل سيت اب اللي هو ديكلير للكاونتر بتاعي، وبديله انيشالز فاليو، بعرف الكاونتر العداد بتاعي وبديله قيمة مبدئية. زي ما انتم شايفين عملت عداد اسمه اندكس، قيمة مبدئية بتاعته صفر. السطر دوت هيتحقق مرة واحدة او هيتنفذ مرة واحدة لفيرست تايم بالنسبه للمكان دوت. بعد كده كومبايلر هينزل على كلمه هوايل، هيعرف ان هنا في دواره، هيدخل يشوف ايه الكونديشنز بتاعتك. انا هنا بقول الكونديشنز بتاعي ان الاندكس اللي هو المتغير اندكس اصغر من مين، من ووردز دوت سايز. طيب ووردز دوت سايز ايه؟ سايز احنا عارفينها اخدناها قبل كده، ها حد فاكر السايز ديت؟ عباره عن فانكشنز. الفانكشنز ديت بترجع لي مين، حجم او الكباسيتي او السايز الخاصه بمين، بالمصفوفه. طب انهي نوع من المصفوفه، الستاندر اري ولا الاري ليست؟ الناس الشاطره الاري ليست. خلاص، يبقى هنا انا بشرط ايه؟ بقول له يا سيدي الهوايل ديت هتقعد تلف 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 طول ما الاندكس اللي هو الكاونتر بتاعي اصغر مين، من حجم الايتيمز اللي موجوده في المصفوفه، يعني عدد الخانات اللي موجوده او الاقسام الموجوده في المصفوفه اللي هي الاري ليست بتاعت اللي اسمها ووردز، هنقول مثلا افتراضيا بتساوي 10. خلاص، طول ما الاندكس اصغر من 10 الهويل ديت عماله تلف. حلو قوي. طب الاندكس دي اصلا اساسها كام؟ بدات بزيرو، الزيرو اصغر من 10، فعلا الزيرو اصغر من 10، يبقى الكونديشنز هنا ترو. طيب ادام الكونديشنز ترو، هو الاول مره بتشوف الكونديشنز ترو، روح داخل على البلوك، روح منفذه ايه البلوك ده كله، ومن ضمن البلوك ده هيعمل عملية ابديت للكاونتر بتاعي، هيزود الكاونتر ده واحد. خلاص، يخبط في السطر دوت، يروح راجع تاني شايك على الكونديشنز، ها اندكس ديت بقت بكام دلوقتي؟ انا هنا غيرتها في السطر ده، بدل ما هي كانت الاول اللي هي بزيرو يعني هتبقى هزودها بواحد، يبقى هنا تاني مرة هتبقى ايه؟ بواحد. الواحد اصغر من الزيرو، عفوا اصغر من العشرة، ايوه اصغر من 10، يبقى كده ترو. يروح نازل هنا منفذ البلوك ده كله، اي اكواد ديت بينفذها. طيب بيعمل ايه تاني؟ بيروح مزود العداد بتاع الكاونتر، يزوده بواحد، بدل ما هو كان اخر مرة بواحد هيزوده باتنين، وهكذا لغاية ما يوصل لغاية رقم 9. وطبعا يعني بمجرد ما يعمل 9 يروح منفذ ده اول مرة، بعد كده هي الزيادة اللي بعدها تبقى 10. العشرة ديت اصغر من 10؟ ها العشرة مش اصغر من 10، يبقى في الحالة ديت هي ايه البلوك بتاعي هنا او الكونديشن بتاعي بنقول عليه فولس. وبعدين فولس يبقى خلاص الغي بقى البلوك ده، يبقى هيخرج من بره الدوارة، ولو في اي اكواد هنا بيستمر في تنفيذها. يبقى الهوايل هتعمل لي بلوكينج لمسار البرنامج،
وتقعد تدور في المنطقة ديت، تدور في المنطقة ديت، تدور في المنطقة ديت، ومش هتخرج او مش هتن مش يعني مش هتكمل بقية الاكواد الا لما الكونديشنز بتاعتي يبقى فولس. خلي بالك ان انت ممكن بالطريقة ديت تعمل حاجة اسمها اللي هو انفينيتي لوب، اللي هو دوارة في ما لا نهاية، يعني الكونديشنز بتاعي هيبقى ترو على طول من غير ان انا يعني لو انا نسيت حتى ان انا اغير في الكاونتر ده. لو نسيت ان انا اغير في الكاونتر دوت، فبالتالي الدوره بتاعتي في كل الاحوال هتبقى ترو، هيقعد يلف يلف يلف، هتعمل يعمل لي حاجه اسمها انفينيتي لوب. طبعا ده بيبقى يعني بيديني ايرور في نهايه البرنامج، لان هو بيقعد يلف في ما لا نهايه، هو عايز يكون ليه حاجه محدده او رينج محدد. الفور لوب نفس برضو المثال اللي فات هنطبقه على البلوك بتاع الفور لوب. ببدأ الفور لوب بكلمة فور، بعد كده بقول ايه السيت اب كاونتر فاريبل. هنا ممكن يعني اعمل ديكلير واعمل انيشالز فاليو في نفس الوقت، وممكن اجي هنا اقول انت انت هيبقى اندكس خلاص، وبعد كده اقول له الاندكس بتاعك مثلا اديله قيمة مبدئية مثلا بواحد، وبعد كده هنا اجي اقول له ايه، اقول له الاندكس بتاعتك هتساوي واحد مثلا. يبقى انا هنا ممكن من بره الفور لوب اعمل ديكلير الكاونتر بتاعي، واجي في السطر دوت اعمل انيشالز فاليو ليه. الفكرة ان انا المكان دوت هيتنفذ الكاونتر بتاعي مرة واحدة، اللي هي يعتبر اول مرة تشغيل فيها المين للفور بتاعتي. فجرى العرف او جرت العادة كونفنشنز يعني ان في المكان دوت ادخل فيه مثلا اللي هو الانيشالز فاليو الخاصه بمين بالدواره، اللي هو اول قيمه خاصه بالدواره خلاص. المكان دوت بحط فيه الكونديشنز، شرط ان الفور لوب ده تقعد تلف وتدور. هنا بقول ايه ان الاندكس بتاعتي اصغر من حجم السايز الخاص بمين بالاري ليست بتاعتي، يعني الاري ليست بتاعتي ديت لو فرضنا ان هي 10، فشرط ان الدوارة بتاعتي دي تلف ان الاندكس دايما تبقى اصغر من 10 خلاص. الاندكس اللي احنا الكاونتر بتاعي طول ما الكاونتر اصغر من 10 الفور لوب هتقعد تلف. المكان دوت اللي انا بعمل فيه ابديت للكاونتر بتاعي، بزود بقى هنا العداد بتاعي عملت له قيمة، فهنا بغير القيمة ديت بهنا، سواء القيمة ديت تبقى موجبة ان انا ازود يعني قيم موجبة، او ان انا ازود انقص منه قيم سالبة خلاص. ليه؟ انا الهدف بتاعي مش ان انا عملية موجب او سالب، الهدف بتاعي ان الكاونتر بتاعي قيمته تتغير بايه بطول ما يعني على حسب عملية الدورات اللي الفور لوب دي بتشتغل فيها. طول ما الفور لوب ديت بتدور خلاص، لازم ان انا اتاكد ان انا بعمل عملية تغيير للكاونتر بتاعي، والا هدخل في اللي هو الانفينيتي لوب اللي هو الدوران في ما لا نهاية. ده باختصار موضوع اللي هو الهوايل والفور لوب. دي برضو بعض الأمثلة على استخدام اللي هو الفور لوب. يعني مثلا هنا جاب لك مثال يقول لك أنا عايز أضيف اللي موجود في محتويات اللي هي الأري ليست اللي احنا كنا سبق وعملناها الخاصة بالنمبرز الأرقام، عايز أضيفها في الشاشة بتاعتي أو في طبعا الأكتيفيتي اللي هي اللي اسمها نمبرز أكتيفيتي. طبعا الكلام دوت هستخدم مين؟ يا إما استخدم الهوايل أو استخدم الفور لوب. في المثال بتاعنا بنستخدم الفور لوب، بدخل هنا بنشئ نيو تكست فيو، في كل دورة خاصة باللوب هنشئ التكست فيو، وبعد كده ايه اعمل له انسيرت داخل اللي هو الفيو جروب بتاعي اللي هو اللينير لاي اوت. يبقى دوت اول مرة، تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، كل مرة من دول بنشئ بدخل داخل الدورة وبنشئ التولز بتاعتي اللي هي اسمها تكست فيو. ده برضو اللي هو التطبيق على اللي هو المثال ده. هنا طبعا عمل المثال، طبق المثال دوت باستخدام مرة باستخدام الهوايل ومرة باستخدام الفور لوب. اول حاجة بدأ الكاونتر بتاعي دخل على الهوايل لوب بتاعتي، وقال لي شرط ان انا اقعد الف على يعني الف الدوارة ان يكون حجم الكاونتر بتاعي اقل من مين، من السايز الخاص بمين بالاري ليست. ليه بيعمل كده؟ لانه عشان يضمن ان الاري بتاعتي عفوا ان اللي هو اللوب بتاعتي الدوارة بتاعتي تلف على كل الاليمنتس او الايتمز الخاصة بمين بالاري ليست، خاصة بالمصفوفة يعني.
اتاكد ان الدوره بتاعتي تلف على عناصر الموصوفه بهذا الشكل. الاندكس اللي هو الرقم البوزيشنز الخاص بمين، هو طبعا في داخل الهوية بيمثل الكاونتر، وبالنسبه للمثال بتاعنا بيمثل لك مين اللي هو البوزيشنز الخاص بمين، بعناصر الاري ليست. فاول مره هدخل على الزيرو، المره اللي بعدها هروح على البوزيشن رقم 2، وبعد كده واحد عفوا، وبعد كده 2، وبعد كده رقم 3، وهكذا لغايه ما اوصل لمين، لو اوصل ل اخر حاجه اللي هو عنصر المصفوفه اللي هو السايز بتاعها. مثلا لو عندي في المثال بتاع عندي 4، لو قلنا مثلا ان ديت 4، فبالتالي اخره رقم 3، ان الاندكس ده بيكون رقم بيساوي رقم 3، عشان يبقى هي يبقى كده وصل لمين، لنهايه المصفوفه بتاعتي. طبعا جوه داخل المصفوفه بينشئ تكست فيو جديده، طبعا ده البلوك اللي عايزه يتكرر باستمرار طول ما اللوب بتاعي ده بيلف. انشئ التكست فيو اكنه هينشئ، طب ده طبعا الكنترول او الالمنت بتاعي هينشئه، وبعد كده هيدخله النص بتاعي. النص طبعا هيجيبه منين؟ هيجيبه من المصفوفه. انا عندي ووردز ديت هي اري ليست، فهيعمل يستخدم الداله اسمها جيت عشان يجيب لي مين، قيمة المخزن اللي متخزن في البوزيشنز رقم مثلا بالاندكس. الاندكس مثلا اول مرة هيبقى زيرو، فهيروح يجيب لي القيمة اللي موجود في الايتمز او الاليمنت اللي هو رقم زيرو. في المرة اللي بعديها هيبقى الاندكس ده بواحد، هيروح على رقم واحد ويجيب القيمة بتاعته ويدخلها في مين، يدخلها في الست تكست بتاعتي. السطر اللي بعديه والاخير ده بقى اللي هيعمل عملية ان هو يسيف بقى. انا كده عملت انشات التكست فيو، اعمل له انسرت بقى في داخل الروت. طبعا الروت دوت هيمثله مين، اللي هو اللينير لي اوت بتاع اللي هو الفيو جروب بتاعي. بعد كده اخر حاجه عملت اللي هو الابديت للكاونتر، ده اللي هيزود لي الكاونتر اللي على اساسه الكونديشنز بتاعه هيلف ولا مش هيلف. نفس الشيء ده برضو بيتطبق مع الفور لوب، برضو بعمل ديكلاريشنز وانيشالز فاليو لل كاونتر بتاعي، وبعد كده استخدم شرط الدوره دي تلف ان رقم الاندكس يكون اصغر من مين، من السايز الخاص بالاري ليست بتاعتي. هنا طبعا بيعمل عمليه انكريمنت زياده للكاونتر بتاعي بمقدار واحد، وطبعا بينفذ نفس الاكواد اللي هنا، ما عدا ان سطر اللي هو الابديت للكاونتر بيتعمل في المكان دوت داخل الفور لوب. تعالوا نشوف بسرعة كده مثال سريع على الفور لوب. هقول مثلا انا عايز برضو اعمل هلف مثلا على الدوارة بتاعتي. انا مثلا عندي array، احنا كنا عايزين نعمل array list. طيب هنعملها بسرعة جدا. ادي الاري ليست بتاعتي، هقول الاري ليست بتاعتي ديت هتخزن فيها مثلا مخازن موجب، عفوا مخازن حرف سلاسل يعني نصية. هنقول مثلا ان هما الوردز، واقول له نيو الاري ليست بتاعتي. طبعا هنا سترنج برضو بهذا الشكل. خلاص ممكن بقى اجي هنا اعمل عملية، انا مش عارف هل في امكانية ان انا اعمل هنا برضو ولا لا. تقريبا غير متاح، مفيش كونستراكتور بيعمل الاسلوب ده. طيب ادي الوردس اد، اقول مثلا واحد خلاص وردس دوت اد، هقول تو وردس دوت اد، هقول مثلا سري، وهكذا. دول ثلاثة ايتمز هضيفهم داخل الاري ليست بتاعتي. المفروض بقى ان انا عايز اعمل دوارة باستخدام الفور لوب عشان الف على مين، على محتويات هذه الدوارة. خلاص وممكن نعمل يعني نطبع محتويات الدوارة ديت في اللوج، مفيش اي مشكلة. طيب انا هستخدم اني دوارة، ما انا عندي اللوبز كتير، هستخدم النوع اللي هو اسمه فور لوب. ادي الفور. طيب الفور محتاجة ايه؟ اول حاجة بعمل فيها اللي هو سيت اب للكاونتر بتاعي.
طيب الكونتر بتاعي دوت هقول له مثلا الانت، ده طبعا تعريف الكونتر، هعمل ديكليريشنز ليه، وبعد كده هديله قيمة مبدئية قيمة زيرو. طيب ده اول قسم. القسم اللي بعده بنكتب فيه ايه؟ ها الناس الشاطرة اللي بتركز معانا واحنا بنشرح، ها بكتب فيه الكونديشنز، الشرط اللي على اساسه الدورة دي هتلف ولا مش هتلف. ها الشرط بتاعنا ايه؟ الشرط بتاعنا ان الكاونتر، بتاعي طول ما هو اصغر من محتويات او عدد او مساحة او الكباسيتي او عدد الايتيمز الموجودة في الاري ليست، طول ما هو ايه هيفضل يلف عشان يتأكد ان هو لف على كل الايتيمز الموجودة في الدوارة. طيب اجيب مساحة السايز الخاصة بالاري ليست بتاعتي ازاي؟ بكتب هنا اسم الاري، وهنا بستخدم الدالة اسمها سايز، زي ما انتم شايفين هترجع لي انتجر. فبالتالي اقدر ان انا اعمل عملية زي كومبير كده، زي مقارنة ما بين القيمة الرقم الانتجر الموجود هنا وبين القيمة الانتجر اللي هترجع لي بالدالة دي. خلاص يعني في المثال بتاعنا الدالة دي هترجع لي بكام؟ واحد، دي اتنين، تلاتة، هترجع لي برقم تلاتة. تمام، يبقى طول ما الكاونتر ده اقل من تلاتة الدورة دي هتقعد تلف. اخر حاجة اللي هو مين بقى الابديت لهذا الكاونتر، المكان ده بعمل فيه عملية تحديث للكاونتر بتاعي، بغير قيمته، بقول الكاونتر بهذا الشكل، ده الشورت هاند اللي احنا قلنا ايه هو بيساوي الكاونتر ايكوال كاونتر زائد واحد، نفس اللي بيعمله السطر دوت هو اللي بيعمله الشورت هاند بتاعي ده. طيب ما بين الاقواس ديت فتحة البلوك ونهاية البلوك بكتب فيه مين بقى؟ بكتب فيه بقى سطر الكود اللي انا عايزه يقعد يلف لي او يكرر. في المثال بتاعنا انا هقول له ايه؟ عايزك تعمل لي لوج، هنقول مثلا دوت فيربس، وطبعا هنا التاج بتاع مثلا ايه بقى لوبينج اللي هو الدورات، وهقول له الرسالة بتاعتي عبارة عن ايه مثلا. طبعا هنخلي الرسالة هي محتوى الايتمز نفسه اللي موجود في الاري ليست، فاقول له هنا بقى ووردس دوت جيت، فهجيب لي مين اللي موجود عليه الكاونتر حاليا بهذا الشكل، وهتطبعه لي في مين؟ تطبعه لي في اللوج بتاعي. يبقى بالاسلوب دوت هتاكد ان هيجي في اول الايتيمز ويطبعه، تاني ايتيمز يطبعه، تالت ايتيمز يطبعه، وبعد كده يخرج من الدواره ويكمل بقيه الاسطر بتاعتي في الكود بدون اي مشاكل. انا هنا اول مره الكاونتر بتاعتي هتبقى زيرو، هيروح مشيك على الكونديشنز بتاعي، الزيرو اصغر من حجم الدواره ديت، طبعا ده بيبقى موجود ثابت عندي. هنا مثلا الدورة بتاعتها هتبقى تلاتة، الزيرو أقل من التلاتة، أيوة أقل من التلاتة، خلاص يروح داخل منفذ البلوك دوت، وبعد كده يروح راجع لاعب في الكاونتر، يزود الكاونتر، إذا كان الأول الكاونتر بيزيد وهيزوده بواحد يبقى رقمه هيبقى واحد، ها يروح مشاك على الكونديشنز، الواحد أصغر من حجم المصفوفة، الواحد أصغر من التلاتة أو أصغر من التلاتة، يروح داخل على البلوك الكود بتاع الدوار، يروح منفذ السطر دوت، ها بعد ما يخبط هنا يروح راجع مزود في الكاونتر، مزوده بواحد، مزود اخر مرة كانت الكاونتر كان هنا بواحد، راح مزوده كمان بواحد، يبقى باتنين، اتنين اصغر من التلاتة، اصغر من التلاتة، يروح راجع منفذ البلوك دوت، يروح خابط هنا ويروح راجع تاني، لاعب لي في الكاونتر، الكاونتر هيبقى ايه؟ اخر مرة هيبقى كان باتنين، هيروح مزوده بمين؟ بتلاتة، يروح عامل كونديشنز، كونديشنز بيقول لي تلاتة اصغر من التلاتة، لا التلاتة مش اصغر من تلاتة، التلاتة بتساوي تلاتة، يبقى هنا conditions بتاعي في المكان ده هيبقى ايه؟ هيبقى false. اتم خبط false هنا خلاص، يبقى الموضوع ده خلاص انتهى، والدوارة بتاعتي يعني وظيفتها انتهت خلاص، يروح خارج من الفور ديت، حتى مش هينفذ بقى خلاص، ادم هنا بفولس، وبعد كده يخرج بره هنا خالص بدون اي مشاكل. تمام، ده استخدام الفور. تعالوا ممكن مثلا نعمل شوية حاجات كده برضو، ممكن اقول هنا الانت بتاعي اقول الكاونتر يساوي مثلا بزيرو، وبعد كده في المكان دوت انا مش محتاج ان انا اعرف ديكلاريشنز الكاونتر، بس ايه هديله القيمه الانيشالز فاليو بتاعته. تمام، هنا بعرف الكاونتر بتاعي وبتاكد ان هو واخد قيمه مبدئيه، فلازم ان انا ادي قيمه مبدئيه مثلا وليكن زيرو. تمام بهذا الشكل،
وممكن اشيل الانيشالز فاليو ديت، لان انا كده كده هعمل له انيشالز فاليو هنا. يبقى عملت في السطر ده الديكلاريشنز، هنا عملت الانيشالز فاليو الخاص بمين، بالكاونتر بتاعي. طبعا هي بتفيدني في الاسلوب دوت ان انا ممكن اعمل كاونتر على مستوى الكلاس بتاعي، ممكن اعمل هنا جلوبال كاونتر، اعرف الكاونتر ده في المنطقه الجلوبال، وبالتالي اقدر استخدمه في اي دواره بدون اي مشاكل، لان كده كده الدوره بمجرد اول مره هتشتغل هتعمل انيشالز فاليو ليه، فما فيش اي مشكله بعد كده. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ طيب عايزين نلعب مثلا، بدل ما نستخدم موضوع الزياده عايزين نفكر ونستخدم موضوع النقصان. ها انت يعني افهم مش تحفظ، يعني مش عايزك تحفظ ان انا هنا لازم ازود ارقام، لا هنا انت مش لازم تزود، انت هنا في الفكرة ديت اللي انت بتغير قيمة الكاونتر بنسبة معينة خلاص. ممكن مثلا بزيادة او بالنقصان. عايزين نجرب موضوع النقصان كده، واقول له مثلا تنقص لي، تعالى فكر الاول. ها انا مش حافظ، انا فاهم، انا هنا المفروض ان كل مره الدوره دي بتلف بتنقص لي العدد ده، يبقى افهم من كده ان البديهي ان الكاونتر دوت عدده كبير، يبقى الرقم الكاونتر بتاعي الانيشالز فاليو بتاعه يبقى رقمه كبير. طيب تعالوا كده مثلا رقمه كبير، يبقى مثلا ايه، هنقول رقم 3، رقم مثلا 3. ها لا رقم 3 مش هينفع. طب ليه مش هينفع؟ لان التلاتة ديت لما اجي اقارنها بالكونديشنز ده هيجي يقول لي ان التلاتة دوت مش اصغر من التلاتة. طبعا هنا مش هينفع ان انا استخدم حتى الاصغر، لان التلاتة اصغر من تلاتة. ها التلاتة اصغر من تلاتة؟ لا تلاتة مش اصغر من تلاتة، فبالتالي هنا هيبقى على طول فولس، فالكونديشنز دوت مكتوب خطأ. فطبعا الفور لوب ديت بما هي دايما فولس يبقى مش هيقعد يدور، هكن الكاونتر دي اصلا ملهاش اي لازمة. طيب عشان تشتغل لازم العب في الكونديشنز دوت. طيب الكونديشنز دوت العب فيه ازاي؟ ها حد فاكر؟ شغل دماغك شويه. هنا الرقم بتاعي هنا 3. طيب عشان انا عايز اقول له ايه، اخلي الكونديشنز بتاعه ترو، يبقى لازم يكون القيمه بتاعته هنا لا يعني تبقى ترو. تمام، يبقى اعمل الموضوع ده ازاي؟ يبقى اقول للكاونتر بتاعي اكبر من ايه، من قيمه مثلا معينه، وطول ما هو اكبر من القيمه ديت طول ما ايه الدوره بتاعتي بتلف. يعني مثلا الكاونتر بتاعتي ديت، طبعا الثابت بتاعي اللي هو السايز بتاع مين، الدوره، عفوا السايز بتاع الاري ليست اللي هو رقم 3 خلاص. فهنا انا بقول له ايه الكاونتر بتاعي في اول مره، هل هو طول ما هو اكبر من قيمه مثلا معينه هيقعد يلف معايا بدون اي مشاكل. طيب انا عايز ان انا كل مره ان الدوره بتاعتي ديت هتقعد تنقص واحد، فبالتالي بمجرد ما يوصل لمكان معين هقول له خلاص انا كده انتهيت. يعني ايه؟ انا مثلا انا عايز الدوره ديت هتبدا بتلاتة، طيب المره اللي بعديها هتوصل لاتنين، المره اللي بعديها هتوصل ايه بواحد، المره اللي بعديها هتوصل للزيرو. يبقى طول ما القيمه ديت، طول ما القيمه ديت اكبر من الزيرو، طول ما ايه، طول ما الدوره بتاعتي ديت بتلف. طيب انا عايز، يعني انا ممكن اقول مثلا الكاونتر بتاعي مثلا اصغر من إيه؟ من الصفر، عفوا الكاونتر بتاعي اكبر من الصفر. هيجي في اول مره الكاونتر اكبر من الصفر، ما هي الكاونتر بيساوي 3 خلاص، ادام هو اكبر من الصفر هيروح نازل منفذ البلوك ده، وبعد كده يروح داخل هنا يغير في الكاونتر، هيروح خليه بدل ما هو كان 3 هيخليه 2، يبقى بعد كده يشيك على الكونديشنز، 2 اكبر من الصفر، اكبر من الصفر هيروح داخل على المكان ده، وهكذا. تمام، هيشتغل طول ما هو لغايه ما يوصل لمين بقى، لغايه ما يوصل لايه، للصفر. الصفر اكبر من الصفر؟ لا مش اكبر من الصفر. تمام، فبالتالي الفور لوب بتاعتي انتهت في الحاله دي. طب انا عايز استخدم السايز بتاع الري ليست، ارجع المثال ده تاني، عايز استخدمه، يبقى استخدمه ازاي؟ حد يفكر معايا. عايز اتاكد ان كل مره ان الحجم دوت اصغر، يبقى اقول ايه رقم 3 ده ثابت اللي هو الحجم اليمين، حجم الاري ليست بتاعي. ها ممكن اقول طول ما هو يعني اصغر من حجم الاري
طول ما هو ايه، ها، طول ما هو هيشتغل يبقى ممكن اقول ان ايه الكاونتر بتاعي في اول مرة هيساوي 3. التلاتة اصغر من التلاتة. طبعا احنا قلنا الحالة ديت عبارة عن يعني بنقول عليها ايه، فولس. فطبعا الدورة مش هتشتغل. طب عشان اشتغل وهستخدم الوورد دوت سايز اعمل ايه؟ هكتب بس يساوي اصغر من او يساوي، يبقى الشرط بتاعي دوت، ها، التلاتة اصغر من او تساوي رقم تلاتة. هنا هي مش اصغر من بس بتساوي رقم تلاتة، خلاص. يبقى دي في اول مرة هيشتغل، هيروح داخل هنا عامل البلوك دوت ويدخل هنا يغير لي، يعمل ابديت للكاونتر. هيروح من ايه الابديت هنا بايه، بالسالب، يعني هينقص رقم واحد. يعني الكاونتر كان تلاتة هينقصه اتنين، كان اتنين هينقصه واحد، وهكذا. يعني بينقص قيمة الكاونتر بتاعي بايه، بمقدار واحد، صحيح. حلو اوي. طيب المرة اللي بعديها الكاونتر بتاعي هيبقى بكام؟ طبعا بعد ما هنا دخل على الكاونتر وغير القيمة، بدل ما هي كان تلاتة هخليها اتنين. ها، الاتنين اصغر من التلاتة، الاتنين اصغر من التلاتة فعلا، خلاص. هيروح نازل عامل لاعب في الكاونتر بتاعي، نقصه بمقدار واحد، هيخليه واحد. الواحد اصغر من التلاتة، اصغر من التلاتة، هيروح ايه يشتغل معايا بالشكل بتاعي. ها، الصفر اصغر من التلاتة، تمام، اصغر من التلاتة. طيب ماشي. طيب خلي بالك كده ان احنا برضو عندنا مشكلة، ما هو السالب واحد اصغر من او يساوي تلاتة. طيب انا عايز حاجة تكسر لي القاعدة ديت. ها، حد عنده اي اقتراح ازاي ان انا اعمل الكونديشنز ده اخليه يبقى ترو، اخليه، عفوا، اخليه فولس عشان يبقى خرج؟ يبقى لازم يكون الكاونتر دوت ما يكونش اصغر ولا يساوي رقم 3، تمام. لازم يكون في الرقم بتاعي بيكون ايه، يعني في عداد بتاعي يبقى شغال. فانا ممكن لو انا عايز اطبق النمط بتاعي دوت اعمل ايه بقى؟ لازم ان الكاونتر بتاعي ما يكونش اصغر من الرقم 3 ولا بيساويه، لازم يكون الرقم بتاعي يكون ايه، كبير. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ ها، ممكن ببساطة جدا ان انا اعمل بشيك على الرقم بتاعي اللي هو الخاص بالكاونتر بتاعي. اقول مثلا هنا اف، لو الكاونتر بتاعك ده طبعا هنا بمجرد اخر مرة هينزل مثلا على الواحد وبعد كده الزيرو، فبمجرد ما وصل للزيرو هينزل. هقول له لو الكاونتر بتاعك دوت، طبعا اول مرة، يعني عفوا، المرة الاخيرة مثلا هيبقى بواحد، هيدخل هنا على الكاونتر وروح منقصه، هيبقى في الحالة بتاعتي زيرو. الزيرو اصغر من كده، هينزل، يروح داخل على مين، على الكلام دوت. طبعا هيعمل الكود بتاعي وينفذه. المرة دي بقى هقول له ايه، لو الكاونتر بتاعك بقى ايه، وصل للزيرو، عايزك بقى تلعب لي يا سيدي في الكاونتر، قيمة الكاونتر نفسه، وتخلي الكاونتر بتاعي ده يساوي مثلا اي رقم كبير، هنقول مثلا 10، تمام. ليه 10؟ ما هو الكاونتر بتاعي ده قيمته هتتغير ب10. هيروح خابط هنا، يروح راجع منفذ الابديت للكاونتر، 10 هينقص منها واحد هتساوي 9. بعد كده يروح داخل مين، على الكونديشن، التسعة اصغر من او يساوي التلاتة، لا، التسعة مش اصغر مني، يبقى خلاص الكاونتر بتاعتي، شكرا، بقى الكونديشنز بتاعي بقى فولس، خلاص. وما دام بقى فولس يبقى مش هيدخل على الدوره بتاعتي، والدوره كده كل سنه وانتم طيبين انتهت وقفلت. طبعا ده اسلوب، بس اسلوب فيه تحوير، اللي انا بستخدم كونديشنز وحاجات من هذا القبيل. فطبعا هو ما يفضلش الاسلوب دوت، احنا بنعمل كده بس عشان ايه، نوريك اللي هي الفكره الخاصه بمين، ان الكاونتر بتاعي هيقعد ايه، يلف. ولاحظ برضو ان انا لو بخزن قيم وعايز القيم ديت يعني تتغير، لاحظ ان الكاونتر بتاعي هيبدأ بقيمة كبيرة، تمام. خلي بالك من النقطة ديت. فالافضل بتاعي اللي انا استخدم اللي هو الدايركت واي، اللي هي الطريقة المباشرة، ان اقول له مثلا ان الكاونتر بتاعتي تبدأ برقم صغير مثلا اللي هو زيرو، وطول ما الكاونتر بتاعي اصغر من حجم الاري بتاعتي هيقعد يلف. وطبعا هنا استخدم مين، عملية الانكريمنت اللي هي الزيادة، عشان انا هنا عايز ان هو يلف على الاري ليست بتاعتي بطريقة طبيعية. يعني هيبدأ الاري ليست بتاعتي من الصفر، وبعد كده الواحد، وبعد كده الاتنين، وبعد كده التلاتة، وهكذا. يعني هيبدأ من بداية الاري ليست بتاعتي، خلاص.
ده باختصار شديد موضوع الايه الفور لوب. معلش احنا طولنا فيها، بس اتمنى ان يكون الفكرة وضحت والطرق باستخدام الفور لوب كتيرة جدا. اكتفي بهذا القدر، اسألكم صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.